بهدف زيادة الإنتاجية والتوسع في عمليات التسويق الزراعي، تأتي أهمية التحول الرقمي للقطاع الزراعي، وذلك تنفيذا لخطط الدولة وتوجهاتها للنهوض بهذا القطاع وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه. وتمثل رقمنة القطاعين التعاوني والزراعي أهمية قصوى في الوقت الراهن للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وتساعد رقمنة التعاونيات الزراعية في القضاء على البيروقراطية والروتين خاصة المحلية، والتي يتخطى عدد الجمعيات بها 7000 جمعية، وكذلك الجمعيات النوعية والمركزية والعامة. كما تساعد عملية التحول الرقمي في وصول الدعم لمستحقيه، خاصة في توزيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية المدعومة والآمنة. وفي هذا الإطار يؤكد خبراء أن رقمنة القطاع التعاوني باتت ضرورة ملحة، خاصة في ظل اهتمام الدولة وخطتها الطموحة في اللحاق بركب التقدم العلمي والتكنولوجي. وأضافوا أن رقمنة مختلف الجمعيات التعاونية تضمن دقة البيانات وسهولة تقديم الخدمات للفلاحين على مستوى المحافظات، خاصة في ظل مبادرة تطبيق منظومة الكارت الذكي في عدد من المحافظات. كما أكد آخرون أن القطاع التعاوني يعتبر العمود الفقري للزراعة، بما يستوجب أن يكون على قدر عال من التطوير الفني والتكنولوجي كمساهم رئيسي في تحقيق النهضة الزراعية المنشودة. وأكد مسؤولون بالاتحاد التعاوني أن رقمنة القطاع تضمن شفافية توزيع الخدمات وسرعة التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات بين الجمعيات المحلية والمركزية. كما تسهم عملية الرقمنة في تحقيق النهضة الزراعية وتفعيل الخدمات الإرشادية للفلاحين بمختلف المحافظات. وتأتي أهمية رقمنة التعاونيات بهدف تقديم أفضل الخدمات من أجل العمل على زيادة معدلات الإنتاج، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الزراعية الممتدة حتى عام 2030. اهلا بحضراتكم ومشاهدينا الكرام في ساعتنا الثانيه من هذا الصباح. بنفتح ملفات حواريه. ملفنا الاول، وزي ما تابعنا في التقرير، التحول الرقمي في عالم الزراعه للحصول على خدمات الارشاد الزراعي وغيرها. ويمكن كانت بداتها الدوله بفكره الكارت الذكي للفلاح اللي بيحصل من خلاله على العديد من الخدمات، في ظل كان في البدايه في تخوفات من قدره هذا المجتمع انه يستوعب التعامل بالشكل الرقمي او التعامل مع الآلات وبلغة تكنولوجيا المعلومات الجديدة اللي الحقيقة الدولة بتتوسع فيها بشكل كبير في مختلف المجالات. طيب نعرف بقى ايه مميزات، ايه هي اصلا كانت مشكلات الفلاحين اللي هتحاول ان هي تحلها هذا او هيحاول يحلها هذا التحول الرقمي. ده اللي هنعرفه من خلال هذا الحوار اللي بيشرفنا فيه السيد حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيكي واهلا بكل السادة المشاهدين. حضرتك منورنا. انا بشكر حضرتك. في البداية يعني تقييمك، شايف ازاي الخطوة دي مهمة وهتفرق بشكل كبير في حياة الفلاح من خلال عملك او ممارستك المباشرة او تعاملك المباشر مع الفلاحين؟ في البداية ومن قناة النيل للأخبار بحب أصبح على كل المصريين في هذا الصباح، وخاصة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدم له وأقول له صباح الخير. صباح الخير على كل المصريين، احنا في خير وفي ازدهار، والزراعة بخير، ومصر طول عمرها ان شاء الله واليوم القيامة هتبقى بخير. بطمن كل المصريين، احنا النهاردة بنصدر ل 150 دولة، عندنا اكتفاء ذاتي من معظم المحاصيل الزراعية، وماشيين في تحول رقمي كامل في مصر وخاصة القطاع الزراعي. التحول الرقمي ده توجه أساسي في جمهورية مصر الجديدة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بصورة جديدة خالص وبتحول رقمي كامل. طبعا حضرتك اتكلمت على الكارت الذكي، وده يعني احد روافض هذه المنظومة ان احنا نتحول ل يعني منظومة حديثة الكترونية بتفيد الفلاح وبتفيد المسؤول افاده كامله. بمعنى احنا دلوقتي لما نقول الكارت الذكي، احنا بنحول الحيازه الورقيه الى حيازه مميكنه سهل حملها، سهل التعامل بها في اي مكان في مصر. اضيف للكارت الذكي مؤخرا
كارت ميزة، اللي بيصبح الكارت الذكي كارت مدفوعات، الفلاح يقدر ياخد كل المستلزمات اللي هو عايزها او الحاجات اللي هي الدولة اديتها له في صورة دعم عن طريق الكارت الفلاح، ممكن يدفع اللي عليه كمان، ممكن ياخد مستحقاته المالية لو كان مورد قمح او بنجر او خلافه من خلال كارت الفلاح. كارت الفلاح ده هيعمل داتا دقيقة جدا لكل الحيازات الموجودة في مصر والزراعات اللي موجودة، فده يعني هيلغي بقى موضوع العشوائية بقى، احنا عندنا كم فدان وعندنا كم فدان مزروع قمح، وواحد يقول رقم وده رقم، ده هيبقى رقم دقيق هيسهل على المسؤول اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. يعني انا دلوقتي لما اقول سيد وزير الزراعه عندنا كام فدان مثلا، احنا فصل الزيف دلوقتي مزروعين مانجو، هيدوس على زر هيعرف الموضوع ايه من خلال كارت الفلاح الذكي، لان كل حيازه هتبقى محطوطه برقم. احنا عندنا في مصر ما يقرب من 6 مليون حيازة، يعني حوالي 5 مليون و700 ألف حيازة كده اللي موجودين، ودول أصحاب الحيازات اللي هم عملوا حيازات اللي هي القديمة، احنا بنحولها مستهدفة إلى كارت مميكل. طبعا الفوائد زي ما قلت انا حطيت منها شويه فوائد، لكن هي ليها مميزات عديده جدا، هي بتقضي على الحيازات الوهميه. الحيازات الوهميه دي احنا زمان كنا مثلا واحد عنده فدانين ممكن يجوا في بقلم يبقى فدانين ونص، ممكن يتحذف ورقه تتقطع، الفلاح ما يعرفش يصرف اسمده، فبتقضي على الفساد اللي موجود ده في الاوراق، وبتسهل المعامله في الجمعيات الزراعيه. طبعا المشروع ده مشروع قومي ومشروع كبير جدا وبتكلف الملايين. ليه بقى احنا بنميكن الجمعيات الزراعيه على مستوى؟ طب قبل ما نتكلم عن ميكنه الجمعيات الزراعيه، الفلاح كان ماشي بنمط معين والمزارعين ماشيين بنمط معين، لما تم ادخال الجانب التكنولوجي عليهم دوت او الجانب الرقمي عليهم دوت، بالتاكيد في الاول كان في شويه مقاومه لان الانسان عدو ما يجهل يعني، لكن دلوقتي الى اي مدى شايف ان في استيعاب من جانب المجتمع المزارعين بشكل اساسي للتحول الرقمي ده؟ الى اي مدى هم خلاص بقوا متعودين على التعامل بالشكل ده؟ تمام. انا طبعا اللي بيقاوم الموضوع ده يعني يمكن صنفين، احنا بنتكلم على ان احنا هنقضي على الفساد الدفتري والورقي، الناس اللي هي الفاسده مش عايزه الموضوع ده اول حاجه. تاني حاجه الفلاح زي ما قلت حضرتك بيخاف حاجه جديده انا ما اعرفش استعملها كده، لان هو ما كانش فيه توعيه كافيه قبل ما ينتشر الموضوع، دلوقتي بقى كله عارف. لكن حاليا دلوقتي انت بتحول الحيازه الورقيه لكارت مميكن، زي البطاقه اللي كنا بنحملها زمان الورقيه بقت رقم قومي، هيبقى زي كده. الفلاح ما الا يحملها بس في جيبه، يعني مش مطلوب منه ان هو هيعمل ده ايه، لو هيدخل مثلا على الماكينه ان هو يصرف فلوس او حاجه هيحطها زي كارت اي بنك. ودلوقتي احنا عايز اقول يعني النظر الفلاح لازم تتغير حتى في الاعلام وفي المسؤولين. الفلاح مش هو الفلاح اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الفيلم بتاع الارض، الفلاح دلوقتي بقى كله شايل تليفونات احدث موتيل، والناس قاعده في الغيطان دلوقتي مدوره الدش وشغاله في التلفزيون، والاولاد حتى في البيت بتاع الفلاح اصغر عيل اللي في الحضاره معاه تليفون، فالموضوع مش حاجه غريبه، مش صعب يعني، مش صعب، هو اندمج طبيعي في الحياه التكنولوجيه. احنا دلوقتي في تطور طبيعي، الموضوع ده بقى اسهل ما يكون، والفلاح واعي وعارف الدنيا فيها ايه. اللي حصل كان في بعض المشكلات في البدايه، اي مشروع قومي او اي حاجه بتتعمل بيبقى في عقبات بتزال مع الوقت، يعني لما نتكلم على صرف الاسمده في محافظات، اول محافظات اتطبق فيها الكارت الذكي مثلا بورسعيد والغربيه، ظهرت بعض المعوقات زي الحيازات اللي هي بتاعت الورثه ما كانش بيعرف يصرفوا، لو مش عارف يعمل الكارت الذكي سيد وزير الزراعه قالوا بيصرفوا بالبطاقه الورقيه لغايه ما تتعدل الامور، يصرفوا بالحصر، يعني في حلول بتحصل. فاحنا في البداية ده احنا بنزلل العقبات، لكن ده حاجة ضرورية ولابد منها ان احنا نراقب من الزراعة، ما ينفعش ان احنا يبقى في بعاد عن الخريطة التكنولوجية لمصر. ارجع بقى مع حضرتك لفكرة ميكنة الجمعيات الزراعية، الى اي مدى دي سهلت تقديم الخدمات اللي بيحتاجها المزارعين؟ اولا طبعا الكارت الذكي مش هيستخدم من غير
كمبيوتر وطابعه وسكانر، الحاجات دي لازم بيئه كامله يعني، بيئه تكنولوجيه اللي هيستعمل الحاجات دي لازم يكون راجل فاهم. فاحنا بنتكلم على الموظف، عدد الموظفين قليلين في الجامعات الزراعيه، احنا ممكن كلهم ندربهم. احنا طبعا دلوقتي اتدربوا عدد كبير منهم، وبعدين بقى سهل، احنا مش هندرب فلاحين مصر كلها، لكن احنا بندرب الموظف اللي هيستعمل الكارت زي موظف البنك، زي هو ده اللي بيبقى مطلوب منه يبقى عارف. فاحنا في الاونه الاخيره دلوقتي احنا بصدد، احنا عندنا حوالي اكتر من 4000 جمعية وإدارة زراعية كلها دلوقتي في طور التحديث وتركيب الكمبيوترات والسكانر والطبعات، وبتستعد ان هي مصر كلها يعني يمكن خلال السنة دي كمان في آخر السنة يبقى كل مصر والجامعات الزراعية مميكنة وبتتعامل مع الكارت الذكي. لكن مع الوقت ان شاء الله في المستقبل موضوع الحيازة الورقية دي هتتلغى خالص، وكله بقى هيستعمل كله هيبقى ديجيتال بقى خلاص، كله هيبقى رقمي. طيب نقطة مهمة يمكن حضرتك اتكلمت عنها، وهي ان لما بيبقى في معلومات عن الحيازة، حيازة الارض وعن طبيعة الارض وهي هتتزرع ايه وكم المحاصيل المتوقع منها ايه، لأي مدى ده بيساعد في ان انا اقدر كمان ان انا اعمل توقعاتي وفقا لاحتياجاتي؟ انا محتاجة ازود المساحة المزروعة في منطقة معينة اكتر من التانية، استهلاك المية هنا اكتر من التانية، انواع السماد، انواع الامراض اللي بتيجي في المناطق دي غير المناطق التانية. هل انا فعلا عندي قاعدة بيانات دلوقتي رقمية اقدر ان انا يعني اقدر ان انا اتصرف على اساسها عشان اقدر ان انا احل اي مشكلة متوقعة مستقبلا، حتى او ازود حاصلات زراعية من نوعية معينة؟ الحقيقه طبعا الموضوع ده اللي اثرت سعادتك مهم جدا، واحنا دلوقتي في طور التعديل للموضوع. يعني احنا عندنا ارشاد زراعي اللي كان قديم، كان مرشد زراعي بينزل للفلاح يقول له اعمل كذا، دلوقتي احنا عندنا دلوقتي تطبيق اسمه الهدد. طبعا هم طبعا وزاره الزراعه سموه الهدد، وده اسم على مسمى على اساس ان هو الهدد مذكور في القران، سيد لما جاء لسيدنا سليمان وقال له جئتكم من سبأ بنبأ عظيم، فهو بتاع الاخبار الساره دايما فسموه هدد. احنا طبعا عايزين برضه تطبيق ثاني نسميه حتى ابو جردان عشان يبقى صديق الفلاح. فاحنا الحاجات دي الهدد ده اللي هو عملوه، انا بشكر الدكتور محمد يوسف اللي هو يعني عام بذل جهد كبير في الموضوع ده بالتعاون مع وزاره الاتصالات، ان ده هيوصل المعلومات للفلاح عن طريق برضو الموبايل. الموبايل دلوقتي ان هو في جيبه الموبايل هيجي له رساله، مثلا احنا زارعين النهارده محصول زي السمسم، هنروي ايه درجه، مثلا في درجه حراره المناخ هتتغير بكره يا جماعه اروي بقى بالليل. الحاجات دي مهمه ان انا اوصلها في التو اللحظه على طول، هي الشبكه المباشره. تغيرات مناخيه بتحصل، مثلا ممكن تحصل مثلا بكره يحصل تغيرات مناخيه، ابلغ الفلاحين كلها يا جماعه يبقى في درجه حراره مرتفعه ممكن تروي الارض بالليل. قصدك كده الموضوع بقى اسرع، مش محتاج ان المرشد ينزل ويلف على الاراضي زي الاول، لا خلاص هو بمسج او برساله واحده بيوصلوا للفلاحين في نفس التوقيت. اسرع ويعني افضل من الموضوع، اصل انا مش هجيب انا مرشدين بعدد الفلاحين، ده احنا بنتكلم على اكثر من 55 مليون مزارع في مصر، فانا مش هوصل للناس دي كل واحد يعني على اساس واحده. يعني الموضوع العدد بتاعنا كبر وزياده السكان وتوسع الزراعي، ما ينفعش ان احنا غير نتعامل بالتكنولوجيا. لما بتكلم على الحاجات برضو الذكيه والرقمنه اللي موجوده، وزاره الري ليها دور كبير جدا. احنا سمعنا قبل كده السيد وزير الري لما قال الفلاح هيعرف الارض تحته عطشانه ومش عطشانه بالتليفون، ده يعني حاجات طبيعيه، مجسات بتحط في الارض بتقيس نسبه الرطوبه النبات ده عايز يشرب ولا لا. فدي انت شايف ان الدوله فعلا كمان عشان تقدر تحصل على المعلومات دي اشتغلت على الارض اعتقد ان على فتره طويله، يعني مش فتره قصيره، عشان نقدر نحط المجسات، نقدر ان احنا نجمع المعلومات، نقدر ان احنا نبدل كل المعاملات الورقيه لمعاملات رقميه. الحقيقه مجهود جبار مشكوره عليه وزاره الزراعه ووزاره الاتصالات ومن قبلها طبعا القياده السياسيه المصريه. قولا واحدا، لولا الاراده السياسيه القويه ما كانش ده كله هيتعمل منه حاجه. الحاجات اللي احنا بنعملها دي بملايين وبوقت قصير جدا، كانت عايزه اراده فولاذيه، وده اللي موجوده حاليا في مصر متمثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الزراعه والقائمين على العمليه الزراعيه وموضوع الري في مصر والتموين، قوة كبيرة جدا احنا بنتحرك بيها بسرعة رهيبة. احنا عملنا حاجات ما كانتش اتعمل ولا 50 سنة. انا بتكلم على رقمنة القطاع الزراعي، انا مش متصور اللي بيحصل ده يعني الصراحة في وقت قليل. احنا بدأنا موضوع الكارت الذكي يمكن في 2019، النهارده بنتكلم على الجمهورية كلها فيها كارت ذكي، بنتكلم على تطور وابتكارات كل يوم، يعني تطبيق الأدود والمجاسات اللي بنعملها وتبطين الترع وري الحقلي، ويعني ثورة زراعية.
في المساحة المزروعة، في نسبة المساحة المزروعة والتوسع في حجم إنتاجية الفدان، يعني التوسع الأفقي والتوسع الرأسي. يا ست الكل بقول لك حاجات ولا الخيال، احنا لو بنحلم ما كناش هنحلم بكده بصراحة. يعني احنا بنتكلم على الدلتا الجديدة 2.5 مليون فدان، 1.5 مليون فدان، بنتكلم على صوب زراعية حوالي 100,000 فدان صوب زراعية، بنتكلم على رصف طرق، كل ده بالتوازي مع مقاومة حروب الإرهاب والإشاعات وموال. احنا بصراحة الناس بتشفق على القيادات اللي موجودة رغم ان احنا طلباتنا كتير وما بنشبعش. يعني الناس كلها بيقول لك اطلبوا الفردوس الاعلى، لو انت اعطيتني فدانين انا عايز 5 فدادين، والبني ادم منا طماع عايز احسن حاجه. فلكن اللي بيحصل دلوقتي بيخرس الالسنه وبيخلي الناس عندها ثقه واطمئنان ان احنا فعلا ماشيين في الخط السليم. يعني تقعد تتكلمي الافعال بتتكلم اكتر من الاقوال، فانا ما اقدرش دلوقتي اهاجم حاجه وانا شايف حاجه غيرها. يعني لما نتكلم نقول ان احنا صدرنا اكتر من 5 مليون طن خضروات وفواكه لاكتر من 150 دوله في العالم، حد يقدر يقول المنتجات المصريه مش كويسه؟ امال الناس دي بتاخد كنا ازاي؟ كنا بنتحارب في وقت من الاوقات في الموضوع. احنا دلوقتي احنا في حد يقدر دلوقتي ان احنا بنصلح اراضي وبنبطن ترع وفي عز الازمه الاقتصاديه العالميه وكورونا والدنيا ماشيه زي الفل؟ ده احنا المفروض الواحد كل يوم في الصبح يصلي ركعتين شكر للي بيحصل ده. والله العظيم ده يعني كرم كبير من ربنا ان احنا نوصل للوضع ده في الوقت ده. يعني احنا كنا متصور لو بقى في وضع غير كده مفيش كورونا مفيش الازمات دي نقدر نعمل حاجه. ده احنا السياحه متوقفه والدنيا واقفه واحنا بنعمل حاجات مفيش دولة عظمى في العالم. ففي غيرنا يا دوب عايشين يعني. غيرنا مصر تغيير الجذري في 7 سنين. طيب. في كل المناحي، يعني ده قطاع الزراعه ده قطاع من ضمن القطاعات. احنا تطوير الريف المصري ده ما هو زراعه. انا لما اعمل صرف صحي للريف المصري كله بدات حياه كريمه تنتشر في مصر. احنا كنا كانت القنوات الاجنبيه تقعد تقول لك ده في صرف صحي وبيختلط بالميه الجوفيه وبيجيب حاجات. لما بنطور الريف بالمليارات اللي بتتعمل دي، مين اللي بيعمل كده؟ في حد عنده قوه ان هو يقدر يفكر في الوقت ده ان احنا نطور 1500 قرية في موضوع 50 مركز في جمهورية مصر العربية في سنة؟ احنا كنا هنعمل صرف صحي في قرية كان بيقعد 10 سنين. ده انا كنت عشان اطلب محول كهرباء في قرية هطول ادور على النواب كلهم نفر نفر، كنا بنبدأ على ورق 20 نائب على اساس ان هو يركب عمود نور. فاحنا في ثورة، لازم ان احنا نحمد ربنا ولازم ان احنا يبقى عندنا ثقة ان مصر فيها قائد لن يضيع مصر مهما حصل. احنا عارفين دلوقتي اللي بيحصل والناس اللي الكلام اللي بيتقال، اقسم بالله العظيم احنا كفلاحين مصر عندنا ثقة عمياء في الراجل ده، وان شاء الله مصر لن تضر ولن يمسها شيء. ولو قعدنا نايمين يعني ما حدش يخاف من حاجة. يعني الحمد لله انا واثق ثقة عمياء في ان احنا، وبقول للمصريين كلهم هشت لك الدنيا فما لك واجما وتبسمت فعلامة لا تتبسمه. المصري ده عمره ما يهزم ليوم القيامه، لان ربنا بيحب البلد دي وبيحب الشعب المصري. ولولا كده ما كانش جاب لنا قائد زي الرئيس السيسي والحكومه اللي موجوده اللي بتحارب ليل ونهار بصراحه ان هي ترضي المواطن. رغم كل ده فين الاسعار؟ ده احنا السنه دي احنا دلوقتي في 2021 لما نتكلم على الاسعار دلوقتي نلاقيها ارخص من 2010. يعني كيلو الطماطم اللي بيتباع النهارده ب 3 جنيه انا في 2010 كنت ببيعه ب 3 جنيه. فالموضوع انت فين؟ ده عالم ده. انا رحت فرنسا كان رغيف الفينو ب 2 يورو يعني بحوالي 40 جنيه مصري. الناس هنا عايشه بنعمه لازم نحمد ربنا عليها عشان يزيدنا، لكن احنا نخاف او نقلق او نفقد الثقه او يجي لنا احباط ده مرفوض لاي مصري. وهو المطلوب دايما هو مواصله العمل بشكل دؤوب، لان هو العمل دايما هو اللي بيوصل. الحقيقه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين، شكرا يا فندم على المعلومات اللي ساهمت بيها معنا في هذا الحوار ونورتنا مره ثانيه. ومشاهدينا الكرام مكملين مع حضراتكم هذا الصباح شروط حمدي واهم واخر اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد، ومن بعدها زميلنا احمد فؤاد وحوارنا الثاني في هذا الصباح. خليكم معنا.